عليها 15 قفاش بناها من عند جمعيه البديل للتنميه والتواصل من عند عبد السلام الرئيس، راكم معروف على الصعيد العالمي. وقال لكم اللي ما وصلوا القياط وما وصلوا الدعم يصبر، راه باقي الخير ان شاء الله قدام، وراه غادي يعلمكم كيف ما علمكم في الاوديو اللي لاح رشيد ولد علي سالم. هذه هي الطريقه باش غادي يوصلكم الميساج باوديو، غادي يلوحوا في الجروبات ديال الواتسابات كاملين. وتحيه ليه وتحيه للجميع ولاد تدراري، وكنتمنى من ولاد تدراري كاملين اللي كيدخلوا لهذ المسائل وكيتكلفوا بهذا الدعم هذا باش يقوموا بالواجب ويعاودوا يفرقوا الدعم على عامه الساكنه اللي كاينه في تيوران، ما يقصي حتى واحد، حيت حنا راه مجموعين كاملين ولاد تدراري، راه الا تقصى واحد بحال تقصينا كاملين. والله يجمع الشمل، والله يوحد الكلمه، وتنطلب من الله جميع العقبات وجميع الاشكالات اللي عندنا تحيد وترجع الكلمه وحده. راه باش ما كانت يد وحده راه غادي نكونوا منصورين في وسط عملات شيشاوه في وسط حوز مراش كامل، ولا كنا مقسمين راه كتهرس القوه ديالنا. وهذا نداء من ولاد بوجمعة، راه معروف على الصعيد العالمي من المكان من عند عبد السلام ولد عيلة. ها القفاف ديال البريمات حاليا 15 قفوه اللي كاينين عندنا حنا في البريمات، راه هما جيناهم، هما اللي كاينين وعدنا بهم البارح وحنا جيناهم اليوم. والله يجازيه بخير، وكنتمنى يعني الامور ترجع لنصابها. والله يجمع الشمل، شوف اولاد الدراري اتحدوا، وراه الاتحاد قوه، والكلمه وحده كتجمعنا كاملين، راه واحد فينا راه تضرينا كاملين. وتحياتي من عيسى ولد بوجمعة لجميع ولاد الدراري فين ما كانوا، من طنجه للقويره وخارج المغرب وداخل المغرب. السلام عليكم. ولكن درنا وجهنا وانتم وجهكم عندنا كبار، مشينا درنا السبب لهذ البركه اللي جبناها لكم. غير كنطلبوا منكم مساله واحده، النظام اللي عيط عليه يجي يهز لك شي مكتب عليه. يلاه ديروا النظام. هذه نقطه. حنا راه درنا طلب باسم الجمعيه ديالنا للناس المحسنين، الناس اللي هما دعمونا وسامحتنا السلطه في التنظيم وعطاتنا السلطه معاها، حتى هي كنشكروها بالمناسبه، لان راه عطاونا رجال السلطه ديالهم ولا ديال باش يحضروا معنا في عين المكان، باش يشوفوا، باش يديروا التقرير ديالهم، باش من اجل نكونوا واضحين. الله يجازيك. حنا راه روسنا عريانين وكنقسموا في الرق، راه مانا مطرقين. الله يجازيك. اذا دريك المطلوب هو النظام الاولى اللي مستافد من القيطون، حنا راه عندنا لاكارت ديالو مقيد، وعطاتنا السلطه الناس اللي استافدوا من القياطن. قضيه القفه راه غادي نحاولوا ان شاء الله نعموا كل شيء ان شاء الله. هذا بالنسبه للاسر وبالنسبه للناس اللي قاتلين وبالنسبه للناس اللي يستحقوا. اذا الله يجازيكم بخير، هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، نطلب منكم واحد شويه تنظموا بعضياتنا باش نسربوا بعضياتنا.